تبنت الدولة المصرية خلال السنوات الثمان الأخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء التي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها. وتسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة في المجالات كافة. المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء التي تظل في قلب الجمهورية الجديدة تجني عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة. وفي إطار وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء، فإنه تم وجري تنفيذ استثمارات لتنمية شبه الجزيرة بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات. مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكانا أكثر جاذبية للعيش والعمل، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجري ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء أكثر من 358 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013-2014 حتى عام 2022-2023. هذا وقد رصدت الرؤية الدولية لجهود التنمية في سيناء من خلال سعي مصر وتعاونها مع عدة شراكات تمويلية للمساعدة على خلق فرص عمل ودعم وزيادة الصادرات من شبه جزيرة سيناء. ضيفي الكريم في استوديو من القاهرة لهذه الليلة سيادة اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم، شرفتنا. شرف لي. نبدأ بنظرة تاريخية شوي. سيناء يعني تعرضت أو انتهكت أرض سيناء من قبل العدو في ذلك الوقت لسنوات طويلة، وقمنا بكل ما قمنا به من مجهود حربي سواء في الاستنزاف ووصولا إلى حرب 73 وهذا الانتصار المصري المؤزر الذي يعني يدرس حتى اليوم في الأكاديميات والمعاهد العسكرية في كل أرجاء العالم. ولكن كيف كانت الصورة الحقيقية لسيناء المدن والقرى والمجتمعات البدوية عندما عادت إلى حضن الوطن مرة أخرى؟ كيف رصدتموها أنتم ورأيتموها في ذلك الوقت؟ الأول كل التقدير والاحترام للسادة المشاهدين وللمصري الجند المقاتل المصري وللشهيد المصري اللي فعلا قدم روحه عشان ترتوي بها دماء سيناء أو سيناء ترتوي بدمائه لكي تكون هي نقطة الانطلاق لتحقيق الهدف الأساسي ألا هو استعادة الأرض والعرض من براثن الاحتلال الغاشم. المشهد كان في سيناء مزري للغاية نتيجة طبعا وجود الاحتلال، كان يعني في جزء كبير جدا يعني منتهك في بعض نقول الاصول او بعض الاعراف او بعض التقاليد او بعض ايضا الركائز الاقتصاديه والركائز البيئيه اللي موجوده تم التعدي عليها بصوره سافره ومحاوله اقتناصها لمعيه الجانب الاخر باي بكثير من الطرق لاثبات ان دي موروث تاريخي ليه او حاجه زي كده، بيحاول يسبق سيناء بصبغته، ولكن دائما ابدا ما كان يقف ابناء سيناء في وجه كل من الدوله المصريه في وجه كل هذه الاباطيل والادعاءات، وكانوا دائما ابدا يعني ما يعني يشوهون صورهم او صور هؤلاء بطرق مختلفه، يعني محاولات كثيره وحسيسه يمكن من المؤتمر الحسن اللي كان بيحاول يعمله وزير الدفاع الاسرائيلي في هذا التوقيت لمحاوله اظهار ان شيوخ القبائل على موالين له ويرضون بان تكون سيناء قطعه من اسرائيل، فكان الرد الفاعل والحاسم ان سيناء مصريه، وكان وجوبه كثيرا وشيوخ القبائل الكثير جدا في سيناء يعلموا هذا الكلام وهم كانوا الاداه الحقيقيه لتنفيذه. الشيء بالشيء يذكر طبعا محاولات اثبات الصبغه الاسرائيليه في سيناء كانت على مدار 6 سنوات من 67 وحتى 73، ولكن
دائما ما كان يعكر صفوها عمليات التي كانت تقوم بها القوات المسلحه المصريه يعني على فترات متقطعه للوصول الى او اثبات التواجد وانهم لم يقاتلوا في 67. نعم. وبالتالي كانت العمليه يعني فيها يعني جزء كبير من القوه لتحقيق انتصار او لتحقيق استنزاف للعدو بقدر المستطاع. نعم. للاستعداد للمواجهه الحاسمه اللي تمت في 6 اكتوبر. هل في الوقت ده بعد 73 مباشره هل كان في قرى مثلا بدويه على حالها؟ هل كان في بعض المدن في شمال وجنوب سيناء كانت يعني موقفها تصلح للسكنة يعني على الحقيقة هل كان يستطيع مدني أن يتواجد على أرض سيناء مدني منين؟ بشكل لوجستي يعني مدني مصري إذا مثلا من أبناء سيناء من سواء من أبناء سيناء أو من غيرهم هل كان يجد سبل الحياة المنطقية بعد الحرب بعد فترة 73 أم كانت الأمور مدمرة وتحتاج الى بدايه من الصفر حقيقه؟ ندي مزرعه يميت يعني هم قبل ما يخلوا سيناء دمروها، ده دلاله على ان هم كل كان يوجد في داخل سيناء يعني كانوا بيحاولوا يطوروه في مرحله معينه للاستفاده الذاتيه ليهم هم منه دمروه قبل ما يمشوا، وده الدليل المزرعه عشان اختصر على سيادتك الاجابه فان كان هم سياسه الارض المحروقه. بالظبط، كان بيدمر كل ما هو طالما هيخلي وهيسيبه او يسلمه طواعيه في معاهده السلام، فكان بيدمره تدمير كامل لكي لا يستعاد لا يستفاد ولا يتم الاستفاده منه مستقبلا يعني. طيب يا سياده اللي هو هذه المساحه الكبيره من ارض مصر شبه جزيره سيناء مساحه ضخمه ولها نسبه كبيره من 60,000 كيلومتر الى نسبتها الى المساحه الاجماليه من ارض مصر، والسؤال انها 5% مساحه غنيه غنيه بمعادن غنيه بمحاجر ثروات كبيره جدا. بالظبط. هل استنزفت في فترة الاحتلال هذه الموارد بنسبة قليلة كثيرة؟ هذا السؤال. الاستنزاف كان واضح وصريح لان هم يعني كنوز بشرية كنوز طبيعية موجودة قدامهم من كافة الاتجاهات يعني بترول ومعادن وحجار ورخام واسمنت وكثير جدا زائد النباتات الطبية وخصوصا النباتات الطبية اللي بتتزرع. يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك ان في سانت كاترين دير سانت كاترين الشجرة العليقة اللي هي الشجرة الوحيدة اللي في الكون اللي تجلى عليها رب العزة سبحانه وتعالى في المكان ده في دير سانت كاترين. نعم. نوع واحد يعني ده دلالة انا بتكلم على ايه ان ايه في خصوصية لسيناء ولطبيعة التربة بتاعت سيناء ولمنتجات سيناء، فانا بشاور بس على الشجرة لكي اؤكد على ذلك هي ما تزرعتش في مكان تاني. نعم. حتى الان، ولكن انا باكد بس ان ايه عنصر الندرة والتفرد بالندرة والتفرد ان هذه المكان او هذه الارض الطيبة الطاهرة فيها شيء مش موجود في الكون كله، وبالتالي نسبة التفوق فيها لهذه الزراعات وهذه الكائنات ونسبة التميز في هذه الكائنات والتفرد ايضا. نعم. عالية جدا ومتميزة، ولان الثمن الكبير الذي دفع لاعادة سيناء الى مصر مرة اخرى فكان ايضا يدرك اهميتها، ولكن البعض قال إن المصريين ربما تأخروا في اللحاق بركب التنمية على أرض سيناء فيما بعد 73، تتفق مع هذه الرؤية أم لا؟ لا أنا لا أتفق معها، ولكن 94 حتى 2017 كانت هناك خطة المصريين من 94 2017 وكان بالمناسبة شريك فيها السيد رئيس الوزراء الحالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي. نعم. كان في التخطيط في هذا التوقيت وكانت مطروحه هذه الفكره. كانت المستهدف توطين 3 مليون يعني من 2014 2017 الخطه موجوده وبدات التنفيذ بالفعل، ولكن الايادي الشر وقوى الشر والعناصر الهدامه اللي بتخترق الدوله المصريه وكانت بتحاول تترعرع في ربوع الجمهوريه بالكامل باطار الفساد واطار المحسوبيه واطار بعض الامور الثانيه الممنهجه ومن خلال قوى اقليميه ودوليه لا تنتوي لمصر الخير ولا لسينا العمار، فكانت بتحاول تفشل هذا الكلام. ولكن اما وصلنا لمرحله 2013 2014 من 8/6 2014 النهج تغير، توافر الاراده الحديه السياسيه مع توافر او تحدي الصعاب ايا كان شكلها بدءا من القناه الجديده، ما هو تنميه محور قناه السويس كله شرق القناه معظمه شرق القناه يعني فين؟ يعني في سيناء، يعني بالتالي بدات النقله تبدا من هنا، هدف قومي قناة جديدة قناة السويس ثم مجموعة الأنفاق اللي تم تنفيذها بالإضافة للكباري والمعابر والمعديات. أعتقد أن كل هذا الكلام يؤدي إلى ربط ما بين الدلتا والغرب كله بسيناء الجزء الأصيل من الدولة المصرية.
طيب يعني نقدر نقول انه الفتره من 2014 الى اليوم المساله او الوتيره مختلفه تماما عن ما حدث تماماً من بعد 73. 700 مليار يا فندم ده تم انفاقهم حتى الان. نعم. ولسه في تاني 700 مليار جنيه لذمه مشروعات انفاق جامعات معاهد تعليميه محطات مياه ابار حفر ابار يعني قوى دفاعيه مدن سبع مدن في سيناء نبداهم برفح بير العبد الاسماعيليه الجديده السلام المليونيه الجديده في شرق بورسعيد ثم ناتي الى في الجنوب الدهب الجديده الطور الجديده وسانت جادرين اللي هي مدينه التجلي اللي بيتم الاستعداد ليها في اخر شهر 12 اللي جاي ده افتتاح على اعلى مستوى يعني في وحضوره كافه رؤساء العالم لان دي مدينه اسمها مدينه وادي الراحه او يعني كما يسميها الرئيس المؤمن صاحب انتصار او قرار حرب اكتوبر 73 الرئيس محمد انور السادات لو تتذكر حضرتك. نعم. كان دائما ما يقيم هناك في شهر تقريبا لان دي مجمع للديانات موجود في هذه المنطقه او هذه البقعه من الارض الغاليه. فبالتالي اللي عايز اقوله في النهايه ان مرحله جديده جدا مرت بها سينا في الفتره دي وكانت كبيره تستهدف ايه بقى؟ توطين قرابه ال 8 مليون حتى 2030 ان شاء الله. 8 مليون هيضافوا الى تقريبا كام التعداد السكاني؟ يعني اوشك على وصول المليون يعني احنا عندنا في كل سينا في كل سينا شمالا وجنوبا. شمال قرابة ال 200 ألف وجنوبا حوالي 650 دول نقدر نقول عليهم أبناء قبائلنا في سيناء. أيوة أبناء المصريين طول عمرها موجودة في هذا بالضبط التي تمسكت بالأرض ورفضت التخلي عنها ورفضوا الخروج رغم يعني أضرار الاحتلال ومساوئه ولكنهم أبوا تماما كل الآباء أن يخرجوا رغم تعرضوا للضرب وللقذف وللسب والشتم والانتهاك وكل شيء تعرضوا من قبل المحتل ولكنهم تمسكوا بالأرض لأن هي دي دلالة أن دي أرضهم وما ضاع حق وراءه مطالب عشان كده كانوا بيدعموا عناصرنا من سر النقاط. بص حضرتك هم كانوا نقطة أمامية نقطة انذار أمامية هم الراصدين هم جرس الانذار لخط الدفاع الاول وكان في تعاون طول الوقت مع على مدار بالظبط انا اعلم جيدا في الاستطلاع ومساعدة القوات المصريه خلف الخطوط عناصر خلف الخطوط من الاستطلاع في ملاحم بطوليه. نعم. تمت معاهم ما بين ابناء سيناء الشرفاء وما بين ابطال القوات المسلحه المصريه في هذا التوقيت في ظل الاحتلال لهذه الارض وكانت اشاره يعني انا اعرف اعلم جيدا ان احد الساده الضباط الزملاء المحترمين قام في سيناء هو ملازم او حتى ملازم اول فتره كبيره جدا اعتمد على المؤن والعتاد البسيط اللي كان بيجيبه له احد العربان في من ابناء الدوله المصريه في سيناء على التوالي يعني كل اسبوع بيجيب له مجموعه شويه دقيق وقليل من المياه ده اللي بيتعايش منه يعني فقط لا غير في سبيل انه يجيب معلومات كامله عن تحركات القوات الاسرائيليه اللي موجوده شرق القناه في اماكن معينه في مضايق ويوجه القياده السياسيه المصريه او القياده العسكريه المصريه على هذه العناصر وتتم الطلعات وتتم الضربات وتتم الاستهداف من قبل عناصر الاستنزاف لهذه القوات وعمليه الانتقال والتعارف بينه وبين الاخ المصري اللي من قبائل سيناء بينه وبين الضابط كانت ملحمه ملاحم بطوليه وكل فتره على ذكر دور يعني ضباط وافراد الاستطلاع اللواء نصر سالم بالظبط الاستطلاع كان دايما اقصده فعلا كان لدى اللواء نصر سالم دايما ليه كلمه ان فرض الاستطلاع هو 50% من قرار القائد بالزبط. وشريك اصيل في الفوز ان شاء الله عندما يتحقق. تحيه ليه اللواء نصر سالم وكل ابطالنا وابطال اكتوبر يعني طبعا يعني. اجيال اكتوبر دي على راسنا كلها. سياده اللواء سؤال ايضا مهم حاليا احفاد هذا الجيل العظيم من ابناء سيناء. أيوة. تقريبا قربوا على مليون ومصر بتهدف الى توطين 8 مليون مصري اخرين على ارض سيناء. تمام. سؤال مهم هنجيب مصريين من الوادي ومن الدلتا من مطروح من اسوان من كل مكان وندفعهم ونساعدهم ان هم يوجدوا حياه جديده لهم على ارض سيناء. مساله صعبه ولا مساله سهله؟ مش بس اقتصاديا ديموغرافيا يعني وشائج العلاقات العاطفيه وارتباط الانسان بارضه. شوف حضرتك عشان بس نبقى صراحه الانسان مش هيتحرك الا اذا تواجدت ليه خدمات. نعم. يعني اذا من حيث المبدا عشان كده الدوله المصريه كانت حريصه على انها تؤدي هذا العمل. نعم. تقدم مجموعه من الخدمات اللوجستيه والبنيه التحتيه
يعني لما اقول لحضرتك 2225 كيلومتر تم اعدادها داخل سيناء، 2225 كيلومتر، عارف الطرق نعم، ال 2225 كيلومتر دول عباره عن ايه؟ قطع يعني اطوال طرق ما بين كيلو و5 و10 كيلو، يعني كيلو مسافه كيلو، مسافه 2 كيلو، مسافه 3 كيلو، مسافه 5 كيلو، ما بين تجمعات لقبائل في موجوده داخل سيناء وبين الطرق والمحاور الرئيسيه والعرضيه. بنعمل تشبيك ما بين شبكه الطرق عشان يقدر يتحرك من بيته الموجود. ومن مجتمعه او من بيئته الموجود فيها او المنطقه الموجود فيها، القريه او المكان، الى الخط الطولي الرئيسي او الخط العرض الرئيسي. فتبقى المسافات مختلفه، يعني كيلو 2 اي اكثر اقل، لكي نصل شرايين تنميه. الطريق ده في حد ذاته شريان تنميه. يبقى هنا هنا في خدمات، في سهوله حركه. يعني لما كان كل ده ماشي، خد بالمناسبه سيادتك، كان بيمشي بال10 كيلو 15 كيلو وال30 كيلو عشان يجيب ميه وعشان وعشان وعشان، لما بعمل له وسهل له الحركه دي وتوفر معاه احد المركبات، يبقى اذا في هذه السهوله هنا انه يجيب ويعمل، لما احفر له ابواب مياه جنبه، لما احلي له مياه البحر، لما القرى اللي تم تطويرها وتم بناء قرى على الطراز البدوي، حتى أيوة. البيت بنفس البيت اللي يستطيع فيه الانسان البدوي المصري انه يقيم فيه بشكل مريح، اللي متعود عليه، عشان ما نبقاش بننزعه من بيئته الطبيعيه وبنساعده اكتر على انه يفضل مغروس ويتمسك بالارض. اللي هننقله بقى الثمانية مليون اللي احنا بنهدف حاليا ان احنا نخليهم يستقروا في ارض سيناء، دول كافيين برأي حضرتك الاول كرقم؟ طبعا دول كافيين لفكره حائط الصد البشري اللي طول عمرنا بنقول ان لابد الا تبقى سيناء فارغه أو مفرغة من الإنسان المصري بصورة مباشرة جدا؟ تمام. الأول لازم أعمل وسيلة كسب لهؤلاء انتقالهم، أوفر لهم الخدمات من خدمات أيا كان شكلها في الوزارات المختلفة، يبقى في توفير خدمات، في بنية تحتية زي ما اتفقت مع حضرتك، في بعض المشروعات أو وسائل الكسب اللي ممكن يستفيد منها أو يقتات منها أو يعيش منها. الشكل العام هنا يقدر يقول لي ايه المنظر في ايه؟ عندي كتير، طب الكتير ده ايه؟ مجموعه من العوامل التي تؤكد وترسخ لمفهوم الانتماء والولاء والبقاء والتمكس والتمسك بالارض. الحاله دي في مكسب، في فلوس، في عيشه، في حياه، في رفاهيه، في صحه، في تعاون، في تعليم، في الاحتياجات الرئيسيه للمواطن اللي هو عايزها، لازم تكون فيها مساحه كبيره جدا من التوفر والتواجد. انا عفرتها وجهزتها، يبقى هنا جهزت السبل. طب ايه المغريات الثانيه اللي ممكن اقدمها له؟ لا، في يعني وسائل ترغيب اكثر من كده، لما بيبقى في مرتبات اعلى، لما بيبقى في وسائل يعني اجور، يعني حضرتك مثلا تساند انه لما وزاره التربيه والتعليم تعلن عن تعيين مدرسين جدد او نقل مدرسين الى مدارس في سيناء، انه مثلا لو مرتب المدرس زي المرتب الرقمي في كل حته، رقم اخر ليه في سيناء، في موجود في القاهره واللي موجود في الشرقيه واللي موجود في الزقازيق واللي موجود في الاماكن اللي هي داخل الوادي والدلتا، مختلف عن اللي موجود في سيناء واللي موجود في المنطقه الغربيه وسيدي براني وشلاتين وحلايب و و و. المناطق دي لازم يبقى فيه وسائل جذب للنقل عشان نبقى فيه مساحه انتشار ونتنقل. احنا التكدس السكاني اللي موجود في المساحه الضيقه 95% على 5% من مساحه مصر بالظبط، فده قليل قوي يعني بالمقارنه، فلازم ازود مساحه الانتشار. طالما بقى اعمل مشروعات في سيناء تنمويه جاذبه، يبقى فيه وسيله عمل وكسب وفي نفس الوقت وسيله سكن وقد وسائل ترفيه عشان يبقى موجود فيها. عشان كده القرى اللي اتنفذت وانشئت هناك والمدن الجديده دي فيها كل المقومات اللي بقول لك عليها دي، يعني وسائل الخدمات، المسرح، السينما، التعليم، مدارس، الجامعات، يعني جامعه زي جامعه الملك سليمان، جامعه زي جامعه موجوده في افرع، يعني لها ثلاث افرع، يعني في الطور وفي شرم الشيخ وفي سيف راس سدر، يعني دي مجموعه 21 كليه، يعني مش حاجه قليله في المكان. يعني اللي عايز اقوله زخم نفس الكلام، شمال سيناء، جامعه العريش وجامعه سيناء موجوده هناك ايضا في شمال سيناء. كتير قوي من المناحي اللي ممكن اقول ان الدوله لا اتخذت اجراءات حثيثه وصرفت فعلا مبالغ طائله لكي تحقق التنميه داخل سيناء وتفرض عوامل الجذب للمواطن المصري ان هو يطلع وينطلق ويصل الى سيناء لتحقيق الهدف المنشود منها، الا هو اقامه يعني خط صد زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يساهم في زياده قدرات الممانعه للدوله المصريه داخل اراضيها. من 2013 الى اليوم، هل تعطل هذا المخطط المصري
لإعادة تنمية وإعمار سيناء بحالة وموجة الإرهاب اللي تعرضت لها البلاد، والأرقام المخيفة اللي سمعناها أن ربما 30,000 مقاتل من خارج البلاد دخلوا بطرق مختلفة ومن اتجاهات مختلفة ووصلوا إلى أرض سيناء ليمارسوا هذا الإرهاب الأسود، واللي اضطرنا عملية وراء عملية وعمليات مستمرة حتى اللحظة دي لاستئصال شقفة الإرهاب من سيناء. شوف حضرتك عشان يبقى صراحة والكلام يبقى منطقي، احنا عندنا دلوقتي مش 30,000 ولا مش مقصود التهويل في المنظر ده. انا عايز اقول لحضرتك حصر بسيط جدا لحجم العمليات اللي تمت من العناصر الارهابيه في سيناء. اولا فلسفه مصر للتعاطي مع هذا الموضوع كان محور امني، محور فكري، محور تنموي. تمام. الامني من خلال العمليات الاستباقيه اللي قدمتها قواتنا المسلحه، واللي استنتج استعرضت جزء منها زي حق شهيد 1 و2 و3 و4، سيناء 1 و2، والعمليه الشامله سيناء 2018 بعد كده اللي ختاما وحتى الان بتقوم عمليات. طب حجم العمليات اللي اقام بقى الجانب الاخر قد ايه، او العناصر الارهابيه كانت قد ايه؟ نعم. كان اجماليها 1262 عمليه، منهم 598 عمليه بس اتنفذوا في 2016 فقط لا غير، يعني نص العدد، نص الكام في سنه واحده، في سنه واحده. ربع في سنة 2017 326 عملية، ده بنسبة 26% وده بنسبة 47%. الفرق من هذا الرقم لهذا الرقم والفرق كبير، ده نتيجة الجهود الأمنية. الجهود الأمنية لسه بحكمل لسيادتك، بس أنا هجيب لك الحصيلة ال 1262 عملية دول حتى 2021 السنة اللي فاتت. نعم. شوف حضرتك إن نمشي واحدة واحدة كده، ده النص ثم الربع، تبقى الربع، الربع اللي تبقى ده تقسم على الاربع سنين التانيين، يعني 18 19 20 21. تخيل حضرتك 5% بس نسبه عمليات اللي اتنفذت في 2018 في اطار العمليه الشامله لسنه 2018. يبقى انا اللي عايز اقوله في النهايه، كنت بادئ ب 598 نزلت ل 15 و25 و30، يعني النسيب دي كلها والعدد ده يدلل على ايه؟ على ان انا قريت على شقفه الارهاب زي ما حضرتك تفضلت. مش ده في اتجاه التنميه ويساعدني في ان انا اشتغل وانمي؟ ما هو مش هسيب المعدة والبلدوزر شغال وهو يتعرض لعملية إرهاب. صحيح. فبالتالي لازم أكون موفر الأمن والأمان والاستقرار من حد ذاته. نعم. وأعمل جذب الاستثمارات في نفس المكان. طب الاستثمارات اللي ممكن تنجذب تيجي على أساس إيه؟ لازم على الشق ده. الجزء الثاني الفكري بقى، عملية التوعية والعمل التوعوي اللي بيتقال. أنا أشرف إن أنا في أكاديمية مصر العسكرية العليا، وهذه القلعة العلمية الاستراتيجية الحصينة قدرت تعمل عامل جذب بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه ومع السيد مساعد رئيس الجمهوريه للمناطق النائيه والحدوديه اللي هو احمد جمال، ان احنا نعمل دورات توعويه تثقيفيه لابناء المصريين في المناطق الحدوديه بالكامل وليس سيناء فقط. فعملنا هذا الكلام، الجزء ده خرج بعد كده بعد 15 يوم من العمل التوعوي، وصل النهارده ان هو يساند ويساعد مع بتاسيسه ويضحك كل الافكار، لان هم بيحاولوا يخترقوا فكريا من خلال العوامل التانية دي. فهو احنا امنناه وحصناه من هذه الافكار الخبيثه والخسيسه. تبقى جزء واحد التنموي اللي انا طرحته على سيادتك في بدايه الموضوع، من حجم الاعمال التنمويه اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت اللي نقدر ندلل بيها وناكد ان مصر كانت حقيقه قدرت تحقق المعادله الصعبه وتحقق انجاز بكل المقاييس في فتره وجيزه لتعمير سيناء. العمليه ماشيه والاجراءات بتتم على اكثر يعني بطريقه سريعه جدا وعلى وتيره سريعه جدا. انا ان شاء الله 2030 اكد لحضرتك ان شاء الله ان ما هو مخطط لي سيتم تنفيذه ان شاء الله، ونحقق الامن والاستقرار في ربوع جمهوريه مصر العربيه كلها ان شاء الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء عادل العمده مستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا للدراسات العليا، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا اليوم. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقه من القاهره، وبالتاكيد الحديث متواصل عن سيناء وعن روح حرب اكتوبر المجيده وهذا الانتصار المصري التاريخي الكبير والدروس المستفاده من هذا الانتصار لم ولن تتوقف ولن نستطيع حتى ربما ان نلم بها في ساعة أو اثنين أو ثلاثة أو حتى أسابيع وشهور. الحدث كان جلل بحق ويستحق منا كل المتابعة والتقدير والاحترام واستلهام هذا الدرس والعبرة الحقيقية التي وضع لبنتها الأولى المقاتل المصري وهو يخطو خطواته الأولى يوم 6 أكتوبر على أرض سيناء الحبيبة. كل عام وحضراتكم بألف خير، ونعود نلقاكم غدا في نفس الموعد وحلقة جديدة من القاهرة بأمان الله.